ورحمة الله وبركاته. منذ ساعات الصباح والكل يعلم ماذا يحدث في قطاع غزة. الآن استجابة عاجلة لمجمع كمان الطبي. 80% من المستهلكات، 80% من الأدوية الخاصة بالجرحى تم استنزافها. تم استجابتهم بإغاثة عاجلة وهي عبارة عن بعض الأشياء التي ممكن أن تساعدهم في إنقاذ حياة الكثير من الناس. معنا أخونا أبو محمد يحدثنا عن هذا الوضع القائم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في منذ الأمس واليوم توافد على مجمع كمال عدوان الطبي العشرات من الشهداء والجرحى والمصابين. استنفذ جميع المهمات والأدوية الطبية في المجمع. مشكورة جمعية رحمة بالإسعاف السريع والاستجابة السريعة بعد الاتصال المباشر بهم ببعض المواد الطبية والمستلزمات. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تستمر هذه الوفود والإسعافات حتى نستطيع تقديم الخدمة الإسعافية وإنقاذ حياة المرضى والمصابين في قطاع غزة، وخصوصا في هذه المنطقة المكتظة بالسكان التي يتوافد عليها عشرات الشهداء والجرحى، ولا نستطيع إسعافهم إن لم نسعف بهذه المواد وبشكل عاجل.